قربنا على نهاية الابيزود 6. بقبل اخر بارتي رح نغوص بتفاصيل الـ VLSN والـ CEDR اكتر. VLSM هو Variable Length Subnet Masking. خلينا ناخد النتورك 10.0.0.0/8 بالفيرست راوند اوف سبنتس. فينا نطلع 256 سبنتس, ولكل سبنت فينا نخلق سبنتس كمان. لنخلق سبنتس بناخد الهوست بارت من الاي بي ادرس وبنقسمها لتو بارتس. نستعير ديبيت من الهوست بارت وبنعطيهم للنتورك بارت to create a new network address. The new network address covers a smaller portion of the original network number. هيدا subnetwork على original أو على subnet. البتس المنعارين become part of the network portion of the IP address and form the network number. Remaining host bits become the host portion and are used to identify individual network hosts and create broadcasts for the new subnet. The subnet mask بيتغير to reflect the new network host bit assignment. هو ذاته السبنت was applied to all networks يلي بينزلوا من السبنتينج بروسس. يعني الاوريجينال سبنت ماسك كان 255.255.0.0. إذا استعرنا 8 بيت بيصير السبنت ماسك 255.255.255.0. هلا كيف بنستعير الهوست بيتس؟ بناخذهم بالديسندينج اوردر, يعني starting with the leftmost bit position and working to the right. So a minimum of 2 bits must remain للهوست ادرسز, لان all zeros and ones cannot be assigned للهوست ادرس. ولنحسب قديش عندي number of subnets فينا نعمل 2 exponent الرقم البيت يلي استعرناهن, ونشوف قدي فينا نستعمل منهم للهوست. نعمل 2 exponent remaining host bits 1-2. رح بعطيكم اكزامبل سريع عن all zeros and ones قبل ما ارجع اعطي one big example to summarize كل شي حكينا. مثلا بالادرس nf2.ancsuite.1.0/24 هيدا الادرس تبع النتورك, فيها 2 ادرس ما فينا نستعملهم للهوست, اللي هن nf2.ancsuite.1.0 اللي هي ادرس النتورك, هيدا منقلها all zeros, والall ones هي البرودكاست ادرس اللي هي nf2.ancsuite.1.255. سو على طول عندي 2 ادرس ما فيني استعملهم للهوست, اللي هن النتورك ادرس والبرودكاست ادرس. اكيد عم بتقولوا يا ريت في شيء مثل السحر يخلي الموضوع اهين. في شيء مثل السحر واسمه ماجيك نمبر. To make the job of subnetting easier, there is a method that allows you to calculate a magic number. الماجيك نمبر يلي عم ننبش عليه هو number of addresses بكل network, including network, البرودكاست والهوست رينج. الكالكولي كتير سام, هو 2 exponent number of host bits, هيدا الماجيك نمبر. So if we have 5 host bits, يعني 2 exponent 5 اللي هي 32 اللي هو our magic number. وصلنا على الاكزامبل يلي رح يخلي كل حياتنا اهين. رح ناخد network هو nf2.ancsuite.80.0, بدي subnet mask هو 255.255.255.224. اول شيء من ورا subnet mask بنعرف انه network bits هن 27. This means انه الهوست bits هن 5. كالكول الماجيك نمبر 2 اكسبوزان 5 32. كم سبنت فينا اعمل من هالنتورك يكون بكل سبنت عندي 32 ادرس؟ هيني 256 ديفيزي بار 32, يعني 8 سبنتس. عم نشوف كيف بتصير العملية, ورح نقي هون one of the networks رح احكي عنه. الـ nf2.168.80.32 هو النتورك ادرس, بيعطيني host addresses بين الـ nf2.168.80.33 والـ nf2.168.80.62, والـ broadcast address هي nf2.168.80.63. لما تكون إيبر كومبليكي هالفيديو, تركت بارت من الـ VLSM لآخر بارتي بالإبيزود 6, بس تصيروا ردي لقوني.